كان لدي الأساس في إني يعني أشتغل هذا الشغل في حاجات مميزة في البداية، وعملت يعني تقريبا حوالي 4 أو 5 خرائط في ليبيا، واشتركت فيهن في معارض ونالت الإعجاب. وأيضا في نفس الوقت اشتركت، كنت أشتغل أقص كارمات يفطط بالبلاستيك، لذلك كان العمل عندي سهل جدا، يعني ما في عندي مشكلة في السيطرة على العمل. في هذه الفترة الأخيرة يعني أصبت بورم خبيث في الأعبال الصوتية، وعملت عملية كهربية حوالي 3 سنوات يعني تقريبا، وأنا متوقف عن العمل. والحمد لله بإذن الله شفيت يعني وعدت إلى العمل من جديد. يعني أنا كان هدفي يعني بتبلور من خلال سنة ونص أو سنتين يعني إني أعمل معرض ويكون إلي يعني دور في المجتمع اللي أدي يعني. وبالطبع بديت يعني في الشغل هذا، وصار عندي بجعول 40-50 لوعة. وهذول يعني عم في عندي النية أو الأمل إني أعمل معرض مستقل يعني خاص فيه أنا. والمعرض كله مبني على الصخرفة والشغل اليدوي خاص، يعني ما في أي ماكينة صناعية تدخل فيه.